معي عبر الهاتف من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. العنوان الأبرز لهذا الملف اليوم بأنه وسائل إعلام البغدادي كيف تحاول وتفشل وفق ما ذكر في التقرير بإخفاء فشله. من ضمن النقاط اللي عليها علامات الاستفهام الأبرز اليوم، أين هو البغدادي؟ إلى أي درجة اختفاء وعدم وجود البغدادي المستمر نتحدث عنه منذ فترة طويلة يؤثر في دمار أخلاقيات وأدبيات داعش وما كانت تدعيه، إلى جانب طبعا كل فشل على الأرض؟ مساء الخير، مرحبا بكم. أنا أعتقد أهلا وسهلا. هذا الاختفاء الذي ممكن أن نسميه اختفاء قسري مرغما البغدادي أن يختفي، خاصة وأن الأجهزة الاستخباراتية في المنطقة تبحث عنه بدقة وهي مستعدة لاستهدافه والتخلص منه، كما استهدفت الكثير من قيادات هذا التنظيم الإرهابي سواء كانت من الصف الأول أو القيادات الأخرى. الغواية الداعشية فقدت قدرتها على أن تنظم الأفكار أو تدفع بالحماسات أو حتى تجذب مقاتلين ومجندين جدد. أعتقد ممكن أن نؤرخ لذلك تاريخ وسقوط الوحدة وتحريرها من قبل القوات المشتركة العراقية منذ عام. بس أفراد داعش، اعذرني بس بهذه النقطة نبقى، أفراد داعش دائما شخصيات كهذه زعماء يعني لهم طريقتهم في الظهور، صحيح؟ إذا حتى لو كان خطيرا جدا موضوع وجودهم، بس في طريقة، لأنه هذا مهم جدا للأفراد هذه الجماعة وهذا التنظيم الإرهابي وكل ما هو بهذا السياق، صحيح؟ إلى أي درجة هو يضر اولا واخيرا بالتنظيم؟ بالتاكيد هذه الجماعات الارهابيه بنت عقائدها على ما يعرف بوثنيات الكاريزميه المقدسه، فمنصب الخليفه عند هذه الجماعه الارهابيه كما يزعمون هو منصب من اجله اجتمعوا ومن اجله يقاتلون، في ربما في سبيله يفجرون انفسهم عبثا. بالتالي غياب مثل شخصية الخليفة المزعوم هذه لوحدها خسارة كبيرة، لعلها تعدل أكثر بكثير من خساراتهم على مستوى الأفراد أو حتى على مستوى الممتلكات والأرض التي كانوا يحتلوها. كثير منهم يناقش أهل ذهب البغدادي لماذا لم يظهر معنا لقاءات متلفزة، مثل أبو حمزة البلجيكي الذي ظهر في القنوات العراقية المحلية والقنوات الأخرى، ظهر وهو يحاسب البغدادي لماذا البغدادي لم يقف معنا ولم يظهر معنا، وعلما انه قد جاء بهجرة من بلجيكا الى العراق في سبيل ان يكون ضمن جنود الخلافة، لكنه رأى الخليفة اول الهاربين الذي يسعى الى ان يحافظ على نفسه مقابل كل أحد. طيب دكتور هشام، بوفق الحديث وفق خبرتك بهذه الجماعات المتشددة، إلى أي درجة ثم الطرح يقول بأنه البغدادي اليوم يعرف إلى أين وصل، مسؤول شخصيا عن فشل التنظيم هو، وبما أنه لطالما منذ البداية هو استحوذ على السلطة هو في مكان اليوم ليس بإمكانه أن يلوم أحدا، إلى أي درجة هذا دائما يندرج تحت خانة عدم تواجده وعدم ظهوره؟ بالتأكيد آخر خطاباته كان واضح فيها أنه يعتذر لا لمجموعته لكن يعتذر عنهم بهذه الهزائم، ويبرر هذه الهزائم بتبريرات ربما ليريح ضميره الفاسد أو ربما ليشفي صدور أتباعه من النقد والعتب الذي تكاثر عليه حتى من مقربين. هل نجح؟ لا، أظن أنه ينجح. يعني الآن واضح الكثير منهم بدأ ينطق عنه، إما أن يسلم نفسه من أجل محاكمة عادلة أو يحاول الهروب بما يستطيع من وسائل الهروب المتاحة. أنا أشكرك جزيلا دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة، كنت معنا من بغداد.